لطعم الضيافة سر، والسر عندي بسيط، البيت أختار كل شي بذوق، والسوالف ويا ضيوفي بعيدة عن النكد. من أحضر وليمة الضيوف أنقي كل شي بيدي، وأحياناً حبة حبة، وطبعاً من يكون الطبق الرئيسي دجاج ما أختار إلا دجاج الشمال، لأن دجاج مال اليوم. يأتيكم يومياً من مزارعنا عبر شبكة نقل تؤمن جميع مدن العراق. دجاج الشمال، دجاج مال اليوم.